أولًا طمنا عليك يا كابتن حسن، يعني ألف سلامة طبعًا على الإصابة اللي تعرضت لها، فطمنا كده عليك واحكي لنا إيه اللي حصل. حبيبي، أول شيء الله يسلمك يا رب. يعني أنا تعرضت لإصابة خلال الدوري مع فريق الأنصار بآخر مباراة. صار عندي خلع بال اوتي جوينت اللي هي العظم اللي فوق الكتف، وعملت عملية. العملية تقريبا بدها بين شهر ونص وشهرين لأرجع الملاعب. يعني التوقيت شوي اجى مزعج، لانه بتعرف عنا مباريات كثير مع المنتخب، الدوري بعدنا مبلشينه، فهي اول الاصابه، اول التحضير بيكون، او اول الدوري بيكون مزعج شوي على اللاعب، بس الحمد لله رب العالمين، هذا نصيب بالاخير. طيب، هو اللي انا فهمته ان وجودك في مباراتي الايران والامارات طبعا شبه مستحيل، لو يكاد يكون مستحيل، لكن البطولة العربية هل هي هدف بتحاول تلحقها ولا برضه هيكون صعب؟ مثل ما قلت، يعني هي موضوع، اول شيء هدول المباريات ايران والامارات انا خارج المنتخب، ما حالعبهم لهدول المباريات. البطوله العربيه كمان، يعني اذا بدنا نيجي نحسب الوقت، احتمال كمان ما اكون موجود فيها قريب، بس هذا الشيء كمان بيرجع على حسب التحسن، قد ايه بحس حالي انا عم بتحسن. الصورة اللي بدي أعملها هلأ بعد تقريبا 10 أيام كمان بنشوف وين صرنا، فما بدي أقول إنه أنا شبه رسمي خارج المنتخب كمان بالبطولة العربية، بس بدي أعطي حالي شوية مجال كمان لأشوف الوضع. طيب، اتكلمت مع حد من الاتحاد اللبناني او من الجهاز الفني في انك ممكن تكون في القائمة بس ما تشاركش مثلا في اول مباراة او اتنين وتلعب لو لبنان وصل الدور الثاني، هل دي فكرة مطروحة مثلا؟ طبعا لا، بعد انا يعني تقريبا قبل في 10 ايام 11 يوم عامل العمليه، فشوي كنت بعرف ملتهي شوي بحالي، ما كثرني اثق هذا الموضوع من حدا، لانه كمان هي شوي العمليه مزعجه وفيها اوجاع وما بتقدر فكنت هيدي الفتره كله شوي ملتهب يعني بالعملية وهيك، ما قدرت أناقش شيء مع أي حدا بعد. بس يعني حتى هيدا بعتقد عدم، يعني إذا ما حقدر شارك بأول مباراتين بعتقد صعب. ليش؟ لأنه حكون عم بتعالج كرمال العودة، أو عم بتحضر كرمال العودة، لأنه كمان جايينا تصفيات كأس العالم من بعدها بشهر واحد، شهر اثنين كمان عندنا مباريات، فألحق حالي. بس بعد قلت لك، بعد ماني عارف على حسب قد ايه بحس حالي انا في تحسن، على حسب الصور اللي بتبين بعد اسبوعين يمكن لاعملها، هيدا بيبين معنا اكثر. طيب، طبيب نادي الأنصار تلقى اتهامات قوية بعد الإصابة، فأنا حابب إنك توضح بالظبط إيه اللي حصل في الملعب، كنت عايز تكمل المباراة كواليس الصورة وهو ماسك كتفك. يعني حتى لهذا الموضوع وصل عندكم ليك، حتى ما كثير نحمله اياها للدكتور اللي معنا. هي بالمبدا انا اول ما وقعت، وقعت دايركت على كتفي، وانا حسيت انه العظمه يعني في مطارح طلعت من محلها. هلا كان ممكن، قلت لك يعني حتى ما نحمله، انه لانه في ناس قالت انه هو سبب الاصابه. لا، هو منه سبب الاصابه بالمباشر، انا صار عندي خلع بهذا المنطقه، بس كان ممكن التصرف يكون احسن من هيك، بما انه صار شيء كان ممكن انه نثبت الايد دغري، ممكن نروح نعمل الصوره دغري بدون ما نحرك الايد، وثاقبت على حظه عم بيصور الكل اللقطات اللي هو عم بيعلق ايده وينزلها فهد، فشوي صار هجوم عليه. قلت لك ما بدنا نحمله والله للدكتور كل شيء اللي معنا، بس كان ممكن التصرف يكون احسن من هيك، بس هو كان يعني معتبر المشكله بالكتف
عرفت انه ممكن يرجع الكتف لمحله او هيك، لا هي كانت في مطرح تاني يعني، يعني كلها صارت بسرعة وعندنا مباراة ويعني هيك صار تسرع انا برأيي. تمام. نسيب الإصابة دلوقتي، ننقل على كلامنا على البطولة العربية. طبعا منتخب لبنان في مجموعة تعتبر قوية مع مصر والجزائر والسودان، هل ده بيشيل الضغوط من على منتخب لبنان لأن في مثلا منتخبين تقال في المجموعة، ولا ده ممكن يصعب المهمة أكتر؟ ليك ما هي هذا الموضوع بيحتمل الاثنين، واحدة منها انه ايه نحن بمجموعة فيها مصر والجزائر والسودان، ما علينا لانه نحن مش المنتخب المطالب انه يتأهل بهذه المجموعة، لانه عندنا منتخبات معنا مجموعة قوية والضغوطات حتكون عليهم هن يتأهلوا. وبنفس الوقت في شيء منيح انا اشوفه بالنسبه لنا اللاعبين، انك تلعب بدون ضغط، عم تلعب مع منتخبات كبيره، مع لاعب مرات بينبسط بهذه المباريات، بحب يأدي فيها، بحب يعطي كل شيء فيها، المفروض لاعب اللي عنده شخصيه قويه اللي ينطر هيك مباريات مثل ما قلت لك، يعني عم تلعب مع المنتخب المصري، منتخب قوي كتير، كل العالم عم تشوف المباريات مع نجوم كتير كبار، هذا بخلي اللاعب قلت لك يأدي بشكل أفضل، يعطي كل شيء عنده، وبدون ضغوطات، بدون ما يكون مطالب كثير بالتأهل، أنا هيك بشوفها. بس مش معناتها طبعا حنروح نحاول إنه نتأهل بهذه المجموعة. المنتخب اللبناني ما عم بمر بفترة كثير منيحة، حتى بمجموعتنا هلا بتصفيات كأس العالم الكل معتبر كان انه حيفوت، يمكن معتبر مباريات لبنان بمعنى مضمونين، لا تفاجئوا انه نحن المنتخب عم نأدي بشكل كثير منيح، عم نلعب بروحية عالية، ومعنا 5 نقاط بالمجموعة من 4 مباريات، هيدا الشيء مثل ما قلت لك، وقت ما بتكون الضغوطات عليك، وقت ما بتكون مطالب تأدي بشكل أفضل. طيب، هي المجموعة فيها 3 منتخبات إفريقية، طبعا لبنان معتاد إن هو يلعب أمام المنتخبات الآسيوية بحكم الجغرافيا، فهل دي تجربة جديدة؟ هل كنتوا تفضلوا إن هما يبقى قدام منتخب آسيوي عشان تبقوا عارفينه، ولا دي مش فارقة؟ أكيد بالنسبة لإلي أنا بشوف الموضوع دائما المنتخبات الآسيوية بتجي أسهل بالنسبة للمنتخب اللبناني، كان لنا فرصة أكبر إنه نتأهل أو إنه نقاتل على التأهل بهذه المجموعة، بس جينا مع منتخبات مثل مصر والجزائر، بالعكس كمان هاي فرصة للاعب يأدي بشكل جيد، لينبسط بهدول المباريات، يلعب كرة قدم جميلة. بس أنا بشوف المباراة يعني مجموعتنا عشت أصعب من المجموعات، يعني من الفرق المنتخبات الآسيوية. هل انت عندك ذكريات شخصية مع منتخب مصر، او عندك نجوم مفضلين في منتخب مصر في العموم يعني مش دلوقتي؟ صحيح. هلا انا بالمبدا دائما بتواصل مع الكابتن محمود فتح الله، عندنا تواصل دائما، هو لعب معنا هون كمان، لعب مع اسمه بالفريق النجمة، فهو شخص محترم كثير ودائما نحن على تواصل. هلا عندي ذكرى ما حلوة، سابق لعبنا مع فريق الأهلي وطلعت مصاب من المباراة كمان، فكانت مزعجة شوي، بس أنا بعتبر اللاعب المصري والمنتخب المصري لاعب من أحسن اللاعبين بأفريقيا، ممكن يعني بيدمج بين القوة والمهارة، فبالعكس نحن
احنا بنعرف قيمة اللاعب المصري قد ايه عالي والمنتخب المصري. طبعا البطولة مش هيكون فيها مين في أوروبا زي مثلا محمد صلاح على رأيك. طبعا كنت تتمنى لو أنت هتلعب في المباراة إن محمد صلاح رغم الإضافة الكبيرة لمنتخب مصر إنه يكون موجود؟ ليك هلا انا ان هذه البطوله هتلعب هتطلع التنظيم تبعولها كثير عالي، المباريات حتكون بمستوى عالي من تنظيم الملاعب لانه حتكون تجربه لكاس العالم، هي فينا نعتبر بكل تفاصيلها. طبعا لاعبين مثل محمد صلاح، رياض محرز، اللاعبين اللي عم يلعبوا بأوروبا بيعطوها بعد قيمة أكثر للبطولة، طبعا بيزيدوها فنيا، بعلوا البطولة أكثر. بس بعرف الضغوطات اللي موجودة على اللاعبين بأوروبا، هيدي صعب كثير حتكون إنه يفوزوا هيدي البطولة لأنه كل يومين 3 مباراة، فحتكون صعبة عليهم. على المستوى الشخصي كنت بتمنى يكونوا موجودين لأنه قلت لك، وكنت بتمنى أكون عم بلعب بهيك مباريات، بس ما في نصيب، ولانه دائما كل ما يكون في لاعبين اكثر وكل ما يكون في لاعبين كبار بتعطي قيمه للمباراه، بتعطي قيمه للبطوله، فهيدا بساعد اللاعب. طيب احنا ممكن نشوف منتخب لبنان في قطر في نفس الوقت ده من السنة الجاية 2022؟ طبعا ما بدي افكر، انا دائما بيسالوني شو وضعنا، حنروح على كاس العالم، انا بقول لهم ما بدي افكر هلا بكاس العالم، نحن عم نلعب كل مباراه البطوله، عم نلعب مباراه بروحيه معينه بتكتيك معين، بس الاكيد انه نحن خمس نقاط بالمجموعه، عندنا 5 مباريات على ارضنا، هذا بيعطي حافز كثير كبير للمنتخب. طبعا المنتخب الكوري والمنتخب الايراني انا برايي سابقين باقيين المنتخبات، بس هذا بالفوتبول دائما الملعب هو اللي بيحكي، نحن عم نلعب بروحيه عاليه، هذه الشغله دائما لحتى نوصل للحلم تبعنا بدك تكون بهذه العقليه، وعنا حافظ جمهورنا وعنا حافظ أرضنا، كل شيء ممكن تشوف خصوصا المباريات الخمسة المقبلة على أرض لبنان. على أرض لبنان إن شاء الله بيقدر كمان يكون جمهورنا موجود معنا، بعد ممكن يكون الجمهور معنا، بس احتمالية كبيرة هيدا ونحن دائما من قبل على ارضنا المنتخب بيقدم بشكل افضل خارج ارضه، فهي نقطه منيحه لنا، وال5 مباريات ورا بعض على ارضنا، فما بتعرف احتمال كثير كبير منتخب لبنان يعني مفاجاه. طيب الوضع بيعيشوا لبنان اقتصاديا ونقص الوقود واحيانا الكهرباء، والحاله دي بتخلق حافز اكبر للاعبي منتخب لبنان، ولا مش بيحسوا دلوقتي ان الناس كره القدم زي في وقت تاني؟ الوضع البلد عندنا فتره صعبه، عم نحكي كبلد، وطبعا هذا له تأثير كتير كبير على الفوتبول، لأنه حتى الفوتبول شوي تأثر إن كان اقتصاديا حتى فنيا، لأنه حتى عم لعب بلا أجانب ترنا بلبنان، فشوي الفوتبول تراجع عن السنتين 3 اللي مرقوا قبل الفيروس اللي هو إجا، كمان أثر بشكل كبير على اللعبة. يعني في شيء نحن بنحكي بين بعض اللاعبين انه ممكن يكون فرح لو جزء بسيط من فرحه اللبنانيين، لانه الكل عم يجتمع اخر شيء على المجتمع، الكل عم يفرح بهذا المنتخب، الكل عم بيتابعه. نحن بدنا نحاول، نحن لنا دور انه نحسن اكثر الوضع الكروي بلبنان، وهيدي بتعملها بالنتائج،
اللي عم بيأديها المنتخب. هيدا شوي الناس بتيجي بتدعم سبونسرات شوي بتيجي بتفوت على اللعبة، فهذا كله بيقدر يساعد لأنه يعلي اللعبة. بس واحدة منا هلأ بالمنتخب عم فكر كيف إن إحنا نحاول نكون جزء من فرحة اللبنانيين لو جزء بسيط، مع إنه نحن بلبنان عم نمر بفترة صعبة، بس جزء بسيط ممكن اللاعبين يساعدوا. عم نشوفه خلال المباريات قد ايه الناس عن جد عم بتكون متابعة وعندها فرحة كتير كبيرة بالمنتخب. تمام. هو طبعا التأهل 2019 الأول عن طريق التصفيات، وكنتوا قريبين جدا من الوصول للدور الثاني، يمكن خرجتوا بفارق بطاقة صفراء. احكي لي مباراة كوريا الشمالية وكواليسكو، ازاي ما فقدتوش الأمل لحد آخر ثانية؟ يعني اذا بقول لك قد ايه كان مزعج علينا الموضوع، لانه على بطاقات طلعنا برا. يعني انا بتذكر مره بتصفيات لما نروح على كاس اسيا طلعنا برا على هدف، كنا بنسجل هدف، وكمان بتصفيات بكاس اسيا طلعنا برا على بكروت صفر. ف هذا الشيء مزعج لانه نحن عملنا بطوله منيحه بتذكر هيك. يعني كنا قعدنا مع قطر المباراه الاولى كنا بنستحق، سجلنا هدف الثغره، هدف الثغره وقتها الثغره لنا، وخسرنا باخر الوقت. لعبنا مباريات كان لنا فرص، قدمنا بطوله منيحه. كنا قلت انت لدقيقه لاخر دقيقه بمباراة كوريا الشمالية كنا عم نقاتل، كنا بحاجة يمكن نسجل هدف أو ما في، أو يمكن لأنه حدا يلفت إنه ممكن نحن ممكن نطلع برضه بطاقة صفراء أو هيك، ممكن لأنه في بطاقات أخذناها ممكن على احتراز معين كذا ما أدري شو. هذا الشيء آخر شيء بده يصير كان، بس بطولة استفدنا فيها. ومثل ما قلت لك المنتخبات كلها وصلنا لمرحلة يعملوا حساب للمنتخب اللبناني، وعم نقول نحن انه نحن موجودين لو بظروف صعبة، لو ب وقت الفوتبول عنا عم يتراجع، بس نحن عنا لاعبين موهوبين، عنا لاعبين بحبوا بلدهم بيقاتلوا كرمال بلدهم. بكل تصفيات بكل بطولة عم نحاول نثبت هذا الشيء. طيب خلينا نتكلم شوية عن مسيرتك، وطبعا أنت سافرت مع أسرتك في عمر مبكر وقضيت أغلب طفولتك هناك، فاحكي لي عن بداية ممارستك لكرة القدم في ألمانيا، وإزاي كنت عايش في المجتمع الألماني؟ صح، يعني إذا بدك أنا تأسست كان تأسست بألمانيا. طبعا هي موهبة موجودة في ألمانيا، تأسست صح، و اضطرينا اخر شيء نرجع على لبنان لانه طلع تتطلب احنا نتربى ببيئتنا بالبيئه الاسلاميه اذا بدك. هذا الموضوع كان اساسي عندي، فرجعنا كان صعب الامور شوي علينا لانه انت برا كان تنظمت حياتنا مثل ما بقول. فوتبول انا على المستوى الشخصي فوتبولي كان، يعني كان في اهتمام كثير كبير من كل اذا بدك بالمنطقه اللي كنت والفرق اللي بالمنطقه، لانه دائما اللاعب الموهوب بيكتشفوا موهبته على الغير. طبعا كان عندي الفرصه برضه يمكن لاوصل لابعد، بس اخر شيء ما انه شيء بزعل ابدا، لانه انا راضي عن مسيرتي. كمان لعبت بلبنان، طلعت على الامارات، لعبت 7 مواسم بالامارات، رجعت على لبنان كمان كملت مسيرتي مع المنتخب. ف بعمر الواحد ما لازم يزعل، الله كاتب هيك تكون المسيرة تبعيتي كانت، وأنا مبسوط باللي قدمته، مبسوط. وما كانش فيه فرصة تحترف في أوروبا في وقت لاحق من مسيرتك، خصوصا إنك يعني نشأت في ألمانيا؟
الأكيد كان في فرصة لو إذا بدك لو ابقى هناك كان في فرصة أكيدة إنه أوصل لمسرح أبعد. بتعرف بعد ما رجعت على لبنان دايما بستعمل تيجي من الدولة اللبنانية بتصير شوي حتى الكشافين عندنا أقل من برا، فهذا الموضوع بيأثر. طلعت على الإمارات، بتذكر أنا مرة صار في اهتمام من فريق بفرنسا وسألني كان عندي عقد فريقي اللي عم بلعب معه ما قبل لأنه أطلع. كان مارسيليا ولا صح، كان في اهتمام، فبالأخير كان عندي عقد يعني في المبدأ كان لازم اسعى اكثر. انا برايي كان لازم اسعى اكثر انه اطلع على اوروبا، لانه انا بعتبر موهبتي كان ممكن توصل بعد ابعد من اللي وصلت له، بس اخر شيء الحمد لله راضي. هيدا نصيبي، كان هالقد وصل. والمهم المهم تترك بصمة منيحة وين ما تروح. أنا هيدا كمان هيدا بيأثر، بصمة منيحة إن كان طبعا باللعب وحتى بالأخلاق، وتكون مثل منيح هيدا بتتركه بعد ما تخلص يعني. ده حقيقي. طيب انت كنت قلت في كلامك في الاول، جبت سيرة ماتش الاهلي والنجمة في البطولة العربية من حوالي 3 سنين. الذهاب في الاسكندرية زي ما انا فاكر كان خلص 0-0. اعتقد انت ما لعبتش المباراة دي. لا، ما لعبت المباراة. والاياب خلص 4. كان في تصريح بعد المباراة لعلي حمام قال الحمد لله ان الاهلي هزمنا ب4 اهداف فقط. وكان قاله في قناة أبو ظبي، ويمكن كان خد اهتمام ساعتها التصريح. هل أنت شايف إن كان في مبالغة شوية، ولا فعلا قيمة الأهلي كفريق فعلا تستحق التصريح ده؟ ليك، انا بعد مباراة الاهلي 0-0 كنت مع الكابتن فتح الله، فعم اقول له انه نحن على ارضنا رايحين 0-0. هلا الاهلي كان عنده غيابات شوي بمصر، قال لي، فهو قال لي كلمة بتذكر انه لا لحظة، ما تفكر الاهلي بس يحط شغلة براسه، لو على أرضكم لو على ملعب يكون ما كتير منيح، لو شو ما كان حيروح وحيلعب فوتبول وحيصمم انه يربح. ف يمكن بالوقت ما كتير اخذت بالحكي اللي قال لي اياه، بس عن جد عرفت انه اجوا لعبوا بروحيه عاليه، بنفس القتال، لا حدا عامل حساب ملعب ما منيح، ما حدا عامل حساب. ربحوا علينا 4-0 وضيعوا أهداف، أو 4-1 أربعة متذكر، واحد وضيعوا أهداف كثير. هلا تصريح علي حمام كان لأنه كمان ضيعوا أجوال كثير بوقتها، بس نحن كنا مفكرين إنه ممكن تكون مباراة مثل مصر أو الأهلي، حيجي ما حيلعب ممكن بالتشكيل الكامل تبعيته، او حيلعب بانتباه اكثر. لا، اجوا لعبوا المباراه بكل جديه، على كل طابه قاتلوا، ربحوا 4. كان ممكن يعني العقليه، هي كانت العقليه تبعيتهم مختلفه المباراه، مثل ما قلبيته اخر تمام، مفهوم. انت مشجع لريال مدريد، و قبل كده مباراة لرابطة ريال مدريد في لبنان، ده مظبوط؟ انا مشجع السوق الكلي، ايه؟ قلت لي انا مشجع ريال مدريد. ريال مدريد، ده مظبوط؟ لا لا انا مشجع لمستر كونك. اوكي، بس ثابت عندي صديقي، يعني هو من الناس اللي مؤسسوا رابطة، وطلب مني خدمة. أنا قلت له كتير
يا حبيبي انا برشلونه وميسي يعني الموضوع ما بتزبط. قال لي يا خي انه اخر شيء انه وجودك وكذا وما ادري شو. قلت له اوكي، ف ما قدرت يعني. انا بتذكر جابوا اتلتيكو جول وقتها، ممكن ضد اتلتيكو امتى حقوم نحتفل انا وخيي كنا. انا مش من مشجعين ميسي، بحب ميسي كثير. طبعا بهذا الوقت كان مع برشلونة، وبتعرف يعني متعصبين للفريق اللي بيلعب له، فلا كان تفاهم وقتها اذا بدك. انا عارف، بس انا انا عارف انك بتشجع برشلونة، بس حبيت انكشك يعني زي ما بنقول كده، شوف رد فعلك ايه. تمام، انا لان حسيت ان انت عارف. انا بشجع ريال مدريد، فلما حد يقول لي انت بتشجع برشلونة بالنسبة لي برضو مش يعني. فأنا عارف عشان هيك عم بحكي لك. طيب عايز اسالك عن محمد غدار. محمد غدار اسم مألوف لينا احنا مصريين لانه لعب في الاهلي، بس فترة ما كانتش موفقة قصيرة وما لعبش كتير ونال انتقادات شديدة، بس هو في العموم كمسيرة عمل مسيرة ناجحة وتألق في ماليزيا وليه مسيرة ناجحة مع منتخب لبنان. فهل مثلا اتكلمت معاه قبل كده عن التجربة دي؟ ايه رأيك في سبب عدم نجاحه في الاهلي؟ صحيح، هلا انا بعرف، عرفت اكثر من محمد طبعا. مجرد ما هو تعاقدوا معه الاهلي هذا الشيء منيح، لانه فريق مثل الاهلي فريق كبير عم يتعاقد مع لاعب لبناني، بالنسبه لي هذا الشيء كثير منيح. بس هلا انا اللي عرفته، ما بعرف هلا من المدرب شوي حكيت عن محمد انه ما اخذ فرصه اللازم ياخذها ليثبت وجوده. اجباري اللاعب بده وقت ليتاقلم، مش دغري بيتاقلم مع النادي اللي بيلعب له. مثل ما قلت ما لعب كثير، ف يمكن كانت التجربه له على المستوى الشخصي له هي مهمة، حتى مهمة بالسي في تبعيته انه هو لاعب اهلي. بس التوفيق، يمكن التوفيق مرات بحاجة قلت لك واحد او لا يأدي بشكل افضل، يمكن مرات التأقلم يعرف كيف يتأقلم بسرعة، بده وقت شوي، اللعب زيادة يمكن ما لعب كثير انا بتذكر كمان. ف يمكن الصورة اللي لازم يتفهم في معرفة منك، بس هو لاعب منيح، ومثل ما قلت كان عنده مسيرة بماليزيا كتير منيح، وباللبنان مع النجمة مسيرته منيحة، فكانت تجربة منيحة لإله شو ما كانت، ما توفق أو توفق هناك، بس تجربة لإله كانت منيحة برأيي. طيب انت ما فيش اي فرصة في مسيرتك كانت انك تلعب في الدوري المصري ما حدش يتكلم معاك، ولا الامر لم يطرح يعني؟ لك لا، ما انا كنت على المستوى الشخصي انا بحب العب بمصر، لانه بعرف هونيك بعرف قيمة الفوتبول هونيك، واللاعب المهاري ممكن تألق بالدوري المصري. بس ايه لا، الفرصة ما اجت كثير، لانه قلت لك يعني هي فترة 7 سنين بالامارات، يمكن بهذا الوقت الأمور ماشية إذا بدك. الفوتبول هونيك هو بأحسن فترة كنت فيها هونيك، ف ما عشت الفرصة، لأنه جيت على لبنان كان عندي ظروف معينة، فما انطرح كتير الموضوع. أسألك سؤال يعني غير اعتيادي شوية، دايما احنا في أغلب الدول العربية كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، وعندنا في مصر مثلا على الألعاب الأخرى بنسميها الألعاب الشهيدة لأن مش بتحظى باهتمام كافي. في لبنان تحس إن الآية معكوسة شوية، الناس بتحب كرة السلة الباسكت أو ليه اهتمام كبير. هل أنت حاسس إن كرة القدم بقى في لبنان لعبة شهيدة بالمقارنة مع الباسكت؟ هل مش بتحس الاهتمام؟ إذا بتسألني هذا السؤال من 10 سنين بقول لك إيه، الباسكت كان كل شيء بلبنان، كان الكونترات، الاحتراف، فت على الباسكت بشكل بكير، على اللعبة تموا بالباسكت أكثر من الفوتبول. هاي عم أقول لك من 10 سنين يعني، طبعا وقبل
آخر فترة، آخر 6 7 سنين الفوتبول يسمحوا لنا فيها تفاعل باسكت فوتبول لا، رجع اللعبة الأولى بلبنان، رجع اللعبة الأولى، صار الاهتمام بشكل أكبر، الاحتراف فات على اللعبة، عفوا صار يندفع مصاري منيح على اللعبة، جمهور رجع بشكل كتير كبير، فرجعت الأمور لوضع الطبيعي. الفوتبول هو سيطر، صارت اللعبة الأولى، والباسكت تراجع. أنا بالنسبة لي أنا شايف الباسكت تراجع، وهذا الصح وين ما كان بالعالم. أنا برأيي اللعبة الأولى هي الفوتبول، يعني عندنا بلبنان كانوا مهملين موضوع الفوتبول حتى بالباسكت، وهذا كان غلط ومشكلة كبيرة. آخر 6 7 سنين لا، الفوتبول سيطر وهي اللعبة الأولى أنا بالنسبة لي صراحة. تمام. بالنسبة للاعب بينتقل من نادي إلى غريمه التقليدي مباشرة، من النجمة للأنصار، إيه الضغوط اللي بتكون على اللاعب في الخطوة زي دي، وإيه الحاجات اللي أنت بتفكر فيها قبل ما تاخد خطوة زيها؟ صحيح، يعني لك بكل العالم بتصير في انتقال عادة من فريق لفريق، الغريم الأساسي إذا بدك، ونشوف الناس بتنزعج شوي إذا بدك بالملعب بيأثروا عليه، بصير في عدة أمور استفزازية، بس بالأخير بيبقى اللاعب بده ياخذ قرار، بده يشوف الافضل له، لا ما فيك تفكر بس بالنسبه لك، لك ولعائلتك وعلى المستوى الرياح، اذا بدك الرياحه النفسيه، ممكن بلاقي اللاعب مرات الواحد لازم يغير، صار يغير لانه بيكون في ظروف معينة، مشاكل معينة مرقت مع النادي، عدم اتفاق مع أشخاص، فبيضطر لازم اللاعب، لأنه هي فترة قصيرة أنت بتعيشها، مستوى النفس كمان بيأثر على مستواك، فانتقالي كان إذا بدك عامل ضجة كتير كبيرة بين العالم. أنا بشوف إنه بالنسبة ما كانوا حابين انه ضل مع النادي، وما استوعبوا انتقالي على الانصار، بس برأيي كله طبيعي، وبعرف صار امور كثير تعرضت لها، كله بقبل وما بحاول اعمل ردة فعل طبعا الا بعد الامور، بس تطلع القصه لما تتعرض القصه للاعراض وللعائله، ولو هيك ما ممكن بيكون هون نطلع عن اخلاقيات كره القدم الاساسيه، هذه هي بس هذا الموضوع بأكثر من الموضوع. مفهوم. طيب انا طولت عليك، بس هو فاضل حاجة أخيرة هسألك عليها. انا عايزك تعمل لي التشكيل المثالي للعرب عموما دلوقتي، بمناسبة ان احنا كأس العرب قربت، فانا عايزك تفكر كده معايا ونعمل تشكيل من 11 لأفضل 11 لاعب عربي، يعني 10 يعني مع حسن معتوق و10 تانيين. ليك خليني اخر، يعني انا برايي في لاعبين اللي حققوا للعرب، ما حدا حققه ولا حدا برايي حيقدر يحققه اللي وصلوا له. محمد صلاح عن جد فخر لكل عربي، لازم نشوف اللي قدموه من مستوى، من قيمه للاعب العربي. أنا برأيي صعب بعد لاعب يقدم اللي هم أعطوه، لأنه وصلوا لمستوى كتير عالي، وصلوا لنفسه مع أفضل اللاعبين بالعالم. وما عم نحكي دايما، أنا بحب أحكي بالاستمرارية، يعني ممكن يمرق لاعب يقدم بشكل سنة يعمل موسم منيح، بس أنت عم تحكي محمد صلاح ورياض محرز، عم تحكي 7 سنين عم يلعبوا بمستوى عالي وعم بنفسه افضل لاعبين، هيدا فخر عن جد فخر لكل انت شايف ان صلاح ومحرز في مستوى تاني ما لا يقارنوا باي لاعب تاني في الوطن العربي؟
لا لا ابدا، ولا حيجي. انا برايي اللي قدموه هن ما حيجي حدا يقدر يقدم اللي هن عملوه، وهن وين وصلوا لاي مستوى وصلوا فيه، والاستمراريه تبعيتهم اللي لك 5 6 7 سنين اللي هي عم يلعبوا بهذا المستوى العالي. انا دايما بقول قيمه ميسي العالي وين؟ انه لاعب طبعا زائد موهبته العاليه، لعب بمستوى العالي هو تقريبا 12 13 موسم نفس الشيء المستوى. كل سنه تقول شو ممكن يقدم، يجيب يعمل لك اشياء جديده ويقدم اشياء افضل ويكسر ارقامه. فهي الاستمراريه من ممكن تقدم موسم منيح، بس الاستمراريه باللعب وبالتالق بهذا المستوى العالي هي افضل شيء باللاعب. فهود الاثنين استمراريتهم زائد تألقهم بكل مباراة وتسجيلهم الأهداف ونفسه مع أفضل لاعبين ما حدا حيوصل له. أنا برأيي إجابة ممتازة كابتن حسن، أنا بشكرك على الانترفيو عموما وعلى انترفيو وقت إنك مصاب ولسه عامل العملية ده، أنا بشكرك أكتر عليه وأتمنى لك الشفاء العاجل وإنك ترجع للملاعب بسرعة، وإن شاء الله يعني لبنان نشوفه بإذن الله في كأس العالم بإذن الله إن شاء الله.